هالاغنيه لكل اللي عاشقين. وبحب اشكر مصممه الديكور يارا عيسى الخوري على تصميم كل ديكورات التابلويات. وبهاللحظات كل المشاهدين مستعجلين لمعرفه نتيجه التصويت لكريمه المغربيه وليان الفلسطينيه ومحمد القاك ابن المملكه الاردنيه الهاشميه. فشو بنعمل؟ خلينا نعلن النتيجه لكن بعد هالروبورتاج. الأسبوع الماضي انطلق الموسم الثامن من ستار أكاديمي مع 20 شاب وصبية من مختلف الدول العربية. ومن النادر يتفق الجمهور العربي على فكرة واحدة، لكن اتفقوا وأجمعوا على أنه كل الطلاب بيتميزوا بمستوى عالي جداً. المواهب كتيرة، شباب بيعزفوا على عدة آلات بالوقت نفسه وبيغنوا بعدة لغات. وستار أكاديمي استقطب كمان مواهب عربية من كندا ولوس أنجلوس. وإجماع الجمهور قابلوا إجماع الصحافي، فكان البراني الأول عنوان أول على كل أنواع الصحف ومنها صفحات الإنترنت. من أول برايم أسروا الكل، من أول برايم أبدعوا بعدة ألوان غنائية، غنوا الطربي، الشعبي، البوب، الروك. وتميز البراني الافتتاحي بغناء لون جديد أذهل الكل، الأوبرا. مش بس هيك، فالطلاب وحدوا الأديان واتحدوا على مسرح ستار أكاديمي تيكونوا قدوة لكل الشعوب، حاملين أحلامهم وطموحاتهم، حاملين أفكارهم الجديدة، وحاملين أمال بلادهم، وجايين يعبروا من خلال صوتهم ويغنوا بصوت واحد لكل البلاد العربية والعالم. هن جيل التغيير، هن جيل التجديد، وهن المستقبل. وإذا هيك كانت البداية فأكيد هالجيل بيوعدنا بالأقوى والأهم خلال مشوار ستار أكاديمي 8. كل واحد من الطلاب عنده موهبة أو أكثر، وبهاللحظة بالذات بحسد يلي عنده موهبة ضبط الأعصاب. كريمة، محمد، ليان، تفضلوا لوسط المسرح. ثلاث طلاب عم يتحضروا نفسيا اما للعوده اما للمغادره. كل شخص منهم ناطر يسمع اسمه، وكل واحد مراهن على تصويت الجمهور لإله، والنتائج رح تظهر قدامنا على الشاشه. مين اللي رح ينال اعلى نسبه؟ كريمه من المغرب، كريمه انسانه حساسه وكريمه النفس، او محمد القاك من الاردن؟ محمد القاك دخل مع ليان سوا، وإذا ما نال الليلة أعلى نسبة من أصوات الجمهور أو أصوات زملائه فبيظهر لوحده. وليان عم تتمنى لو بتطلع النتيجة بهاللحظة، ما هيك ليان؟ وعم بتحاول تتمالك أعصابها. Good luck لإلكم ثلاثتكم، النتيجة قربت تبين على الشاشة. لحظات طويلة. إذا نحن بانتظار النتيجة يلي رح تبين بين لحظة والتانية. الجمهور كله قاعد على أعصابه كمان. رح تطلع النتيجة إذن، وألف مبروك لك كريمة من المغرب. 77% نسبة كتير عالية لكريمة. مبروك لكريمة، وأكيد رح بطلب منها ترجع تنضم لزملائها بعد ما تجاوزت الخطر ولقيت الدعم الكافي من الجمهور. تفضلي كريمة، تفضلوا شباب وصبايا بليز لمطرحكم. تفضلوا بليز كريمة، تفضلي. ليان، بيبقى معنا محمد
ومحمد وليان يلي رح يوقفوا بمواجهة رفاقهم محمد القاك وليان. وبنبدأ مع أول شخص بالتصويت. تفضل محمد. سوري ليان. قاك. القاك. القاك. ليان حبيبتي أنت. نعم. محمد القاك. محمد. محمد الخوق. إذا نجمتين لمحمد. عبد السلام. محمد غاق. ثلاث نجوم لمحمد. محمد أدو. ليان أنا كتير بحبك بس سوري محمد الأوى. إذا أربع نجوم لمحمد. أحمد. محمد أنتو الاثنين واحد فأنا عايز أعادل بس ليان. إذا أربع نجوم لمحمد وأول نجمة لليان كريم. محمد القاق حبيبي وابن الأردن. خمس نجوم لمحمد. نجمة لليان. تفضل محمد. أنا أحبك كثير بس محمد الغاق. ست نجوم لمحمد. نجمة لليان. حسام. ليان أنت أختي بس قاق. سبع نجوم لمحمد. جيلبرت. ليان. سبع نجوم لمحمد. نجمتين لليان. سارة. ليان. ثلاث نجوم لليان وسبعة لمحمد. نسمة. ما كنت أتمنى أن أنتوا الاثنين تبقوا موجودين بس ليان. أربع نجوم لليان. فريم. اثنيناتهم حبايبي عم عادل بس ليان. خمس نجوم لليان وسبعة لمحمد. لميا. ليان. ستة لليان. أميمة. محمد نحبك برشا أما فلسطين. إذا صاروا سبعة بسبعة لليان ومحمد. ليان. ياسمين قالت صاروا إذا ثمان نجوم. تفضلي كريستين. ليان. تسع نجوم لليان ونينا. ليان. إذا مشاهدينا هيك ليان بتنال أعلى نسبة من الأصوات وبدورة بترجع بتنضم لرفاقة بالأكاديمية وبغادرنا محمد ستار أكاديمي 8 نهائياً بعد أسبوع واحد على انطلاق المغامرة التلفزيونية. بتمنى تكونوا مضيتوا معنا سهرة ممتعة. ما تنسوا مشاهدينا تلاقوني بكرة بيوميات ستار أكاديمي 8. تصبحوا على خير.